الوقفه الاحتجاجيه اليوم بعد بزاف ديال النضالات اللي درناهم في الاول. في الاول حاولنا نوصلوا للعماده كليه الطب ولا الاداره المستشفى الجامعي اللي هنايا في سي اش ديال طنجه، ولكن مع الاسف ما وصلنا حتى شي اجوبه. صراحه كانوا عندنا بزاف ديال المطالب. اول وحده اللي كنطالبوا بها في هذه النضالات ديالنا اللي هي لوفيرتور ديال سي اش اللي كتامباكتي لنا بزاف د الحوايج واحد اخرين، حيت بيسكو لوفيرتور سي اش ما عندناش، دونك ما عندناش لي تيغان دو ستاج، ما عندناش لو شوا ليبر دو سبيسياليتي. بيان سور كيجي في لو دوزيام بوين هذا الشيء هو لو شوا ليبر دو سبيسياليتي، حيت توت انترن يل ريوسي ان كونكور باش يكون عنده ان سامبل كان اللي يقدر ياخذ من هذا لو كونكور هو لو شوا ليبر دو سبيسياليتي. فمع الاسف كتكون في مدن واحده اخرى، ولكن هنا في طنجه ما قديناش نوصلوا لها بسبب بسيط، هو ان لي تيغان دو ستاج عندنا صغار، حيت دابا كنديروا دي ستاج ديالنا في واحد المستشفيات فرعيه. علاش؟ حيت ما عندناش المستشفى الجامعي دابا، فهادشي هو اللي كيخلينا اننا ما كنقدوش نختاروا، ما كتكونش عندنا حريه كامله في الاختيار ديال التخصص. كل عام كنا كنجيو كيقولوا لنا سي موا غيتحل، وي موا غيتحل، عام وغيتحل، وحنا دابا هنايا دابا هذه عامين، وكانت البروموسيون اللي قبل منا، دونك حنا دابا لا ثروازيام بروموسيون دانترنا، ومازالين خدامين سون تيغان دو ستاج اي سون سي اش. دابا حنا نقدر نقول لك اوني 129 انترن اللي فيهم 29 دابا انسيان سو سون دي ريزيدون سور تيتر، وحنا دابا 101 انترن اللي لحد الان كلنا كنستاجيو في مستشفيات فرعيه اللي ما عندناش المستشفى الجامعي. دونك تخيلوا معايا كيفاش هاد المستشفيات الفرعيه غيهزوا هاد العدد الهائل. هاد الشيء عاد انا كنهضر على الاطباء الداخليين، عاد كاين الاطباء المقيمين اللي تبارك الله راه بهم بزاف، دونك ما كي داك لي تيغان دو ستاج اللي دابا كنمارسوا فيهم هذا لي ستاج ديالنا ما كيكفيوناش تو سامبلومون، لا في لا فورماسيون ديالنا لا في حتى حاجه. حنايا كاطباء داخليين كنأسيغيو كاع لي بوست ديال المستشفيات الموجوده بطنجه كامله، المستشفيات الخمس، سواء دكتور فار، سواء مستشفى محمد الخامس، سواء مستشفى محمد السادس، سواء مستشفى ال نهيان للسرطان، سواء مستشفى القرطبي، وكنأسيغيو لي زيرجونس ديال طنجه. وكما كتعرفوا طنجه مدينه كبيره، دونك علينا واحد الضغط كبير اللي الحل ديالو واخيلا هو افتتاح المستشفى الجامعي، حيت ما يمكنش مدينه كبيره كطنجه ما يكونش فيها مستشفى جامعي بحال جميع المدن كوجده، الرباط، فاس، كازابلانكا. هي الانترنا كندوزو واحد عامين، كندوزوها في المستعجلات، كندوزوها في بزاف ديال المستشفيات الداخليه هنا نورمالمون خصنا ندوزوها في المستشفى الجامعي. المشكل انه ما عندناش المستشفى الجامعي، دونك دوزناهم في محمد الخامس، دوزنا محمد السادس، اوبيتال قرطبي، وسوق البقر. كيف ما كتعرفوا انه لي زانتين المواطنين كيعرفوا ان لي زانتين اي سون افيكتيف كاع بليزيور سيرفيس، ما بين لي سيرفيس هو تخياج ديال الكوفيد، لي سيرفيس دو ريانيماسيون ديال الكوفيد، لي زانتين اللي شادينهم، و كو سوا في لا بروميير بانديمي ولا لا دوزيام اللي عشناها هاد شهرين. لا بروميير بانديمي شهدوا لنا الاساتذه ديالنا على الوقفه اللي وقفنا معاهم والتكرفيس اللي عشناه كامل. وكيف ما دابا واخا حنا هنا واقفين اليوم كيف ما كتشوفوا كاين اطباء كنسلموا لهم احر التهاني على الوقفه ديالهم اللي دايرين، وراه ما حابسينش الخدمه في المستشفيات ديال الكوفيد ولا في المستعجلات ديالنا. حنا الرساله ديالنا المسؤولين كيف ما ديما يجلسوا يعطيونا غير شنو نجلسوا غير في الطبله معاهم وناقشوا معنا، حيت لحد الان راه دابا حنا 10 ايام وحنا في المقاطعه مازال لحد الان ما جلسوا معنا حتى واحد من المسؤولين لا في الاداره واللي شي كيلوح كل شيء، ما جلس معنا حتى واحد في الطبله شرح اللي بغى يقول، بغى يعطينا غير علاش ما خليناكمش، كيفاش، وعلاش 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 مازال حنا معطلين على المستشفى الجامعي اللي كيف ما كتشوفوا راه واجد. حنا دابا هنا كنطالبوا بالعميد الكليه ديالنا باش يستجب معنا، كنطالبوا بالمديريه ديال المستشفى الجامعي باش تجي معنا. حنا كان عندنا غير التجاوب ديال الاساتذه ديالنا الوحيدين اللي كنشكروهم هاد المطاعده، وكنقول لهم زعما عارفينهم انهم معنا وعبروا عليها بجميع الانواع. دابا كنطلبوا بحال الناس المعنيين، ما هو العميد ديالنا الكليه ديال طنجه بالاداره ديال المستشفى، وكنتمناو يكون شي استجابه ماشي تجاوب مور هذا الشيء اللي عملنا اليوم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.